الحمد لله ذكر العلماء ان الشيطان يتسلط على ابن ادم بامور منها فضول النظر والكلام والمخالطه والطعام الزائد عن الحاجه من حسن انسان المرء تركه ما لا يعنيه ومن هذا فضول الصور والمقاطع واشياء لا تنفع بل ربما تضر وتشغل وتقتل الوقت وتحديث تحديث الحالة في الواتس والسناب والمقاطع التي ترسل نسأل الله السلامة